أكد البرلمان العربي خلال جلسته الختامية على ضرورة التصدي لكافة القرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي وغيرها من المنظمات الدولية التي تتدخل في الشأن البحريني. ووافق البرلمان العربي على مشروع قرار يستنكر ويرفض القرارات المتكررة المغلوطة والممنهجة والتي تصدر عن البرلمان الأوروبي بشأن مملكة البحرين. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة النائب عادل العسومي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي. مساء الخير سعادة النائب. طبعا بلا شك هو قرار مهم للبرلمان العربي يثبت وقوف البرلمان مع سيادة الدول العربية. كيف تقرؤون بنود هذا القرار؟ وهل لك أن تطلعنا على تفاصيل وخطوات مستقبلية سيتم اتخاذها في السياق؟ مساء الخير أخوي العزيز. طبعا أهمية هذا القرار أن يعني البرلمان العربي أولا يقوم بدوره تجاه التصدي للقرارات والبيانات المغلوطة تجاه الدول العربية بالأخص تجاه مملكة البحرين، وما قاموا من تشويه في تشويه سمعة البحرين في مجال حقوق الإنسان، ومن خلال يعني الاعتماد على معلومات خاطئة معلومات غير صحيحة. طبعا خطوة البرلمان العربي لها عدة اعتبارات، من ضمنها أن مملكة البحرين نوصل أن مملكة البحرين تعمل وفق المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والبرلمان العربي يبرهن أن مملكة البحرين دائما معاييرها في حقوق الإنسان تتماشى مع المعايير الدولية. والتصدي للبرلمان العربي هو دور البرلمان العربي للتصدي لهذه الافتراءات التي ساقها للأسف البرلمان الأوروبي، والبرلمان العربي كذلك بيقوم خطوات أخرى من ضمنها زيارة البرلمان الأوروبي وتقديم الحقائق وحث البرلمان الأوروبي على أن يستسقي المعلومات من أماكنها الصحيحة وعدم الاعتماد على بعض الشخصيات والمنظمات الغير حيادية تجاه هذا الأمر. فموضوع حقوق الإنسان موضوع مهم، مثل ما قلت يعني تكرر أن هنا البرلمان الأوروبي يأخذ معلوماته من أماكن صحيحة رسمية ذو مصداقية. فالبرلمان العربي قام بدور تجاه مملكة البحرين، بالذات أن البرلمان الأوروبي للأسف يعني تعدى دوره كبرلمان إقليمي وأخذ يتعدى على سيادة بعض الدول العربية من ضمنها مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والعديد من الدول العربية التي طبعا نحن كبرلمان عربي لا نسمح بهذا التعدي سيادة الدول. أحد المواثيق الدولية التي تحرص عليها المواثيق الدولية البرلمانية المواثيق الدولية لجميع المنظمات التابعة للأمم المتحدة، فالتزام هذه البرلمانات بهذه المواثيق هو شيء أساسي لكي تستمر أنها تمارس دور صحيح على مستوى العلاقات بين هذه البرلمانات بشكل عام. من القاهرة سعادة النائب عادل العسومي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.